واي حركتين الأمام. شو بدك بكل هالسلاح؟ لا شو بدي بكل هالسلاح؟ بدك شي واحد من أهل الضيعة ما معه سلاح بحارب بدياته يعني؟ عيان عبد السلام، بدي أقول لك على شغلة ولو إنه يعني ما نملاقمي هلا. شو القصة؟ هالشايع هذا سليم حتى هلا ما بدي يريح النبات. جيبه. واقف تحت عم نحكي مع عفاف. بعرف، تركي يوم معلش. تعرفي يا نصمية إذا استشهدت ما رح سامح حالي طول عمري لأني بكون حربتهم من بعضه. شو؟ مثل ما سمعتي، يلا خاطرك. طيب ما بدك تاكل لك لقمة قبل ما تمشي؟ هلا وقت اللقمة لو نصمية بدنا نلبي نداء الواجب والوطن، بتقلي تاكل لك لقمة؟ صحيح سمعت، ذكرت إذا استشهدت بتقبروني هون، ما بالبايكة تبع الدبات تحت التينة مشان ضل قريب منكم، وبالطعمي الجيجوت. وديري بالك على الدبات، ها، والكليب لا تنسيهم، بعرفك ما بتفكري غير ببطنك. وديري بالك على الكازة والختم، هالمرة ما بجيبتي، ساتو بالصندوق وبخزانة عفاف، فهموني؟ لا تنسي أهم شغلة، بتجوزي عفاف سليم. بعد الشر عنا، إن شاء الله بترجع بتدبك بعرسه، الله معك.